كيف ما كتعرفوا مجموعة ديال الأماكن التراثية كانت تقات في الزلزال، من بينهم قصر الباهية، قصر البديع، وكانت هناك زيارة أولية. وبالطبع يعني الأطرن ديال الوزارة منذ يعني الدقائق الأولى إلا وسهروا باش يوقفوا على أن هاد الأماكن التراثية ما تشكلش خطر أولا على الساكنين ديال مدينة مراكش. كتعرف بأن هاد القصور هي جات في وسط المدينة وكان يمكن لها تشكل خطر، خاصة وأن مراكش الزلزال الأول كانوا هناك يعني زلازل أخرى اللي كان يمكن لها تشكل خطر بالنسبه لهذه الاماكن. فكان الهدف الاول هو اولا نامنوا هذه القصور باش ما يشكلوش خطر على ساكنه مراكش. ثانيا كان التحدي الثاني في عز وظل ما تعرفه مراكش من انشطه دوليه وطنيه، كان لابد اننا نخدموا بواحد السرعه بالتعليمات ديال سيدنا الله ينصره وبالرؤيه اللي عطانا في الاجتماعات الاوليه اللي كانت مباشره بعد الزلزال والبلاغات اللي خرجوا من القصر الملكي. فلهذا تجندت جميع السلطات من بينهم بالطبع قطاع الثقافه باش يتم تامينه هذه الاماكن. ودابا غنبداو في العمليه ديال الترميم. اليوم بالي الباهيه وبالي البديع هو مفتوح للزيار والسياح، 70% هنا في قصر الباهيه، اعتقد 80% في البديع وفي الاماكن التراثيه الاخرى. وهذا كيبين مره اخرى التجاوب السريع اللي قاموا به السلطات المغربيه تحت يعني التعليمات ديال سيدنا الله ينصره. ان شاء الله قدام اليوم.